السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن خاصية موجودة في الفيسبوك وهي خاصية نكز أو بوك. يعني إيه خاصية نكز أو بوك وإزاي نعمل هذه الخاصية؟ أحيانا بعض الأصدقاء عندك على الفيسبوك بيطلب منك إنك تعمل له نكز أو بوك لأن الحساب عنده محظور، وبالتالي علشان يتفك الحظر عن حسابه لابد إن الأصدقاء يعملوا له نكز. الكلام ده غير صحيح، لأن النكز ليس له علاقة بفك الحظر عن الحساب، ولكن النكز هو وسيلة فقط للتنبيه بين الأصدقاء علشان تقول لصديقك على الفيسبوك إن أنا موجود أو تذكره بشيء ما. بالتالي لما بتعمله نكز بيوصل له إشعار إنك عملت له نكز، وبالتالي بتذكره بنفسك أو بتذكره بشيء ما. وزي ما قلنا في بداية الفيديو إن النكز ده له أهمية، إنه وسيلة مختلفة للتواصل ما بين الأصدقاء وبعضهم البعض، وكمان بيحافظ على حسابك إنه يفضل نشط وفعال لو كنت ما بتنزلش منشورات كتير على حسابك في الفيسبوك أو ما بتتفاعلش كتير مع المنشورات على الفيسبوك. فده بيخلي حسابك على الفيسبوك نشط وفعال، وبالتالي بتحافظ على حسابك من الحظر أو الإغلاق. ويا علشان تعمل نكز لأي صديق على الفيسبوك، بتروح هنا في السيرش أو البحث اللي موجود في أعلى الشاشة، بتضغط عليه وبتكتب هنا في السيرش بوكس BOKES، وبتضغط على سيرش أو بحث. بيظهر لنا هنا أول خيار وهو اسمه نكزات أو بوكس، بتضغط عليه بيفتح معانا الصفحة دي. عندنا هنا خيار البحث، بتبحث عن اسم الصديق اللي انت حابب تعمل له نكز، بتضغط هنا وبتبحث عن الصديق. زي ما احنا شايفين بحثنا عن الصديق، ظهر معانا اسم الصديق، بجوار الاسم عندنا كلمة نكز، بتضغط عليها وبالتالي بيتم ارسال نكز او اشعار لصديقك ده انك عملت له نكز. دي كانت الطريقة. يا ريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.